إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام في كل مكان، نرحب بكم من خلال هذا البث المباشر من مدينة فاس، أكيد العاصمة العلمية للمملكة. متابعينا الكرام، كنتواجدوا على مستوى حديقة واد الزحون بمدينة فاس. هذه الحديقة اللي تم يعني الإنجاز ديالها مؤخرا، شوفوا كيفاش دايرة هذه الحديقة بطبيعة الحال، اللي كتطلل على جبل زالاغ الشهير، واللي تم بطبيعة الحال تجهيزها ومزيان مزيان، يكونوا بنية فضاءات عمومية، فضاءات خضراء. هاد الشلال هذا اللي تم الإنجاز ديالو مؤخرا، شاهدوا معنا، نحاول نقرب شي شوية. غير باش لربما تسمعوا الماء. اذا الكل كيتساءل، كاين اللي كيقول واش حنا ناقصنا الشلالات، واش ناقصنا غير الشلال، كاين اللي كيقولها، كاين اللي كيقول لا مزيان، هي مبادره محموده. إذن هذا الشلال اللي كتشاهدوا معنا فهو كاين في حديقة واد الزحون، أكيد هنا على مستوى المدينة العتيقة اللي فات، في المدخل ديال المدينة العتيقة. كاين اللي كيقول واش حنا ناقصنا الشلالات هنا في مدينة فاس وناقصنا الخصاص، كاين اللي فرحان، كاين اللي كيعجبو هذا المنظر. فبطبيعة الحال نتوما غتقولوا لنا الرأي ديالكم، واش مدينة فاس ناقصها الشلالات أم أن هذه المشاريع كتبقى مشاريع في مصلحة المواطن؟ كاين اللي جوج ديال الاراء، كاين اللي كيقول بان فاس نعم تحتاج مثل هذه الفضاءات هذه الخاصه العموميه عفوا، وكاين اللي كيقول لك لا، فاس خصها المشاريع تكون في المستوى المطلوب اللي تنهض بهذه المدينه. اكيد هذا الشلال تم وضعه هنا في الحديقه ديال واد الزحون. وكيشبه نوعا ما الشلال اللي كاين على مستوى عين سردون في بني ملال. وهذا المنظر هذا المطل على المدينة العتيقة لفاس أكيد، وعلى جبل زالاغ اللي كيبان هنا. اذا دائما في انتظار تعليقاتكم متابعينا، واش في نظركم مدينة فاس محتاجة لمثل هذه المشاريع ام انه يجب الاستثمار لربما في مشاريع ديال خلق فرص شغل للشباب، النظر في القضايا ديال الشأن المحلي كال يعني القطاع ديال الطوبيسات، القطاع ديال النظافة، القطاع ديال مجموعة من القطاعات اللي كتعاني في مدينة فاس واللي خاصة ربما لإيجاد الحلول ديالها. هنا كاين عاوتاني اللي كيقول لا مزيان، مثل هذه المشاريع غتساهم لربما في خلق الفضاءات العموميه والحدائق، وكذلك خلق يعني واحد المتنفس بالنسبه للساكنه، لان ما كاينش متنفسات للساكنه هنا في مدينه فاس. غنحاول نبعد شويه على هذا الشلال، شوفوا المنطقه اللي انا كنتواجد فيها. اكيد هذه هي الحديقة ديال واد الزحون، هذا هو الشلال. حديقة جميلة صراحة، فضاء
فقبل ما كتوصل للقنطره ديال واد السحور كتلقاها على اليمين، غير هو ربما خاص وضع الباركينات هنا على مستوى هذه المنطقه باش هكا غيمكن الناس يستاسيونيو الطوموبيلات ديالهم. راه هو جبل زلاق كيف ما كيبان لكم بطبيعه الحال. هذا هو الشلال الحديث ديال هذا اللايف اكيد كما كتشاهدوا. انا قلت الناس كيتسائلوا ديال فاس، كاين اللي كيجي كيستمتع هنايا بهذا الطبيعه اللي تم الخلق ديالها هنا وهذا الفضاء المتنفس ديال المنطقه ديال ساكنه المدينه القديمه. كاين اللي كيطلع لهنا وكاين اللي كيقول لك حنا ما محتاجينش هذه الفضاءات، حنا محتاجين فين نخدموا ولادنا وفين نديروا مشاريع. ولكن بكل صدق يعني صراحه فاس كان خاصها الفضاءات، الفضاءات الخضراء، المساحات الخضراء فناقصه في مدينه فاس. فمثل هذه الفضاءات لربما الحديقه اللي تم الكرياسيون ديالها وحديقه واحده اخرى على مستوى المحطه الطرقيه بالقرب المحطه الطرقيه فمزيان. هذا الشيء اللي غنحاولوا نطلعوا من الجهه من الفوق. من الفوق ما كيبانش، يمكن فوق الشلال ما كيبانش. باش يبان هنا مزيان. لا من هنا ما كيبانش، هنا ما كيبانش. هنا هي الحديقه ديال واد السحور، حديقه واد السحور كما كتشاهدوا. نحاول نبعد شويه باش يبان الشلال بشكل واضح. وانا كنتسنى دائما المناقشه ديالكم، التعليقات ديالكم، واش مدينه فاس ناقصها مثل هذه المشاريع ولا فاس ناقصها المشاريع، يعني المشاريع ديال البنيه التحتيه يعني فيما يتعلق بالطرقات بالقناطر بالمعابر بالوسائل ديال النقل. فكاين اللي كيقول فاس ما ناقصهاش هادشي، فاس ناقصها لربما. ولكن كاين عاوتاني في الوجه المقابل كاين كيقول لك لا فاس ما فيهاش فضاءات، ما فيهاش متنفسات بالنسبه للساكنه. غير هو على ما يبدو هنا كاين زعما كاين حاويات ديال الازبال كما كتشاهدوا واضعينها هنا، فبالقرب من باب القيسه والقنطره ديال واد الزحول. نحاولوا نهبطوا مع الجريده. هنا هادي هي شوفوا الحديقه كيفاش دايره، الشلال هو هذاك اللي هيه. هذاك هو الموقع ديال الشلال، كاين حتى فضاءات ديال الالعاب، يديروهم هنا فضاءات ديال الالعاب ممارسة السبور على ما اعتقد. خليكم معايا. اللي كيبغي يمارس سبور هنا فكيجي لهاد الفضاءات هذه المخصصه للسبور اكيد. شاهدوا معنا ف
فضاء جميل صراحة، فضاء جميل. حاولنا نقربكم من هذا المكان، الناس اللي بغاو يجيو له فيجيو هنا على مستوى واد الزحون اكيد راه هو الشلال كيبان، وهذاك الشلال يصورنا لكم. شكرا على حسن التتبع ديالكم المشاهدة الى بث مباشر اخر. نوريكم المكان بالضبط، مش هكا ساكن يعني صراحة. الناس ديال فاس اللي بغا يجي لهنا راه ظروف زوينة هنا، حديقات واد الزحون. ها هي حديقات واد الزحون على مستوى مدينة فاس، بالقرب من القنطرة ديال واد الزحون ما بين باب الكيسة واد الزحون، حديقات واد الزحون. شكرا متابعينا، السلام عليكم.